بيض مطيشه. بيض مطيشه عباره عن حاجه حلوه قوي 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 قوي. ابعتوا لي بقى الغطا بتاع الطاسه دي. عندي بصل شرايح، طماطم وجز، كمون شرايح، ثوم، خضره ايا كان، بقدونس او كزبره، انا هنا واخده بقدونس. عندنا بصل اخضر او كرات متقطع شرايح رفيعه، عندي كمون حبوب وده ضروري جدا، شطه مجروشه اهي ناشفه، وعندنا هنا البيض. كميات بقى انت تحكمي فيها، الملح من غير فلفل اسود خالص، من غير فلفل اسود خالص. هاخد هنا البصل اللي انا هحتاجه مش كتير، مش هاخد الكميه كلها، شوية بصل بسيط خالص اهو، احنا بنتحارب دلوقتي. واقعد افرق في البصل بتاعي، هاخد شوية من الملح وارش عليه عشان البصل بتاعي يطلع المية بتاعته ويدبل معايا بسرعة جدا، واعمل حسابي اني انا اوريدي عملت ده، يعني اوريدي عملت الملح، فعشان ما حدقش البيض عندي. اقلب اقلب ايدي فيها في الطاسة بتاعتي بالشكل ده. هنزل بشرايح الثوم خلاص، وقلبيها حلو قوي. هبتدي هنا اوزع الطماطم بتاعتي باي شكل انا عايزاه، يعني مش لازم ارتبها بشكل معين، بالطريقة دي. خليني افرقهم بس عن بعض اهو، واعمل كده. هاخد هنا الحبوب بتاعت الكمون بسيط خالص، بسيط بسيط معنى بسيط. هاخد شوية من الخضرة، لازم يبقى عندي في الطبقة اللي تحت. هاخد شوية من الفلفل الناشف المجروش وهنزل بيه كده، ممكن تلغي الفلفل لو انت الشطة بالنسبة لك صعبة. هاخد شوية من هنا ونرميه كده. اخر حاجة بعملها وهي البيض ديالي. تعالى تعالى كده، ايوه كمان. عايزاه بقى عيون، عايزه تلغوصيه لغوصه بسيطه كده، يعني كم واحده مثلا كده كده. هنا بقى عندي رشه من الكمون، رشه من الكمون حبوب مره كمان، ازود شوية كمون، انه الكمون والبيض ده حاجة صراحة حلوة جدا. واعمل رشة بسيطة من البقدونس، الكرات بتاعتي او البصل الاخضر براحتك، وشوية من ايه، من الملح من فوق الوش، وده اخر حاجة بس كده. بتاخدي البيض ده عشان يستوي معاكي على طول، لازم يتكتم، لازم يبقى عندنا. هناخد احنا الحلتين ونشوف، دي لدي، لا دي لدي، يبقى كده نقفل عليها. مفيش ثواني، بتبقى معانا حلوه جدا، يعني مش مفيش ثواني بجد، وهتبقى معاكي رائعه وحلوه وتحفه وتجنن. ايوه يلا، انا بعمل كده لما ابقى مستعجله وعايزه افطر ولادي، بعمل لهم عارفين، باخد الزلال بتاع البيض لانه بياخد مده شويه، واقعد انقله من هنا لهنا 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 لهنا، وافضل بيه كده. بس ناخد البيض بالطريقه دي وبنقدمها، تاكلوها بالف صحه وراحه. نزل التردد الجديد 11785، الاستقطاب رأسي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 5 على 6.